أصفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن في المباراة اللي هتتلعب النهاردة الساعة 7 بالليل ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب بوتسوانا القميص الأزرق. خاض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن ميرانو الوحيد والأخير على ملعب فرانسيس تاون اللي هتستضيف مباراة النهاردة أمام بوتسوانا في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب، وشهد الميران مشاركة جميع اللاعبين الموجودين في القائمة وظهرت علامات التفاؤل على وجوه اللاعبين، كما شهد الميران كمان منافسة قوية بين جميع اللاعبين لحجز مكان في التشكيل الأساسي في تدريبات المنتخب. نادي طلائع الجيش أعلن التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الإسماعيلي لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد في صفقة انتقال حر، ده بعدما فسخ باسم مرسي عقده مع الإسماعيلي بالتراضي. رابطة اللاعبين المحترفين الإسكواش أعلنت أعلنت التصنيف الجديد في شهر سبتمبر الجاري والأول في الموسم الجديد 2024-2025، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال. رابطة اللاعبين المحترفين الإسكواش أعلنت التصنيف الجديد في شهر سبتمبر الجاري والأول في الموسم الجديد 2024-2025، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتينج على صدارة تصنيف سيدات الإسكواش. منتخب مصر شباب كرة اليد مواليد 2004 فاز على المنتخب المالي بنتيجة 45-18 في بداية مشواره بالمجموعة الأولى من بطولة إفريقيا واللي بتقام في الفترة من 9 وحتى 16 سبتمبر الجاري. منتخب فرنسا فاز على منتخب بلجيكا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025. منتخب السنغال حقق الفوز على منتخب بروندي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الـ12 من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.